من بعيد تبدو البيوت أطفالا يرتمون في حضن الجبل. الحياة تنثر رائحتها في المدى، والسماء تهدي زرقتها للمكان. بيوت ومزروعات، شوارع وممرات، شروق ونضار، وبهجة وحياة. ذات العبريين ترت العزلة في الجبل بعيدا عن صخب الحياة في ولاية الحمراء. من حاراتها العتيقة تفوح رائحة التاريخ القريب البعيد، البعيد القريب. البيوت الصخرية تحمل جدرانها العديد من الأسرار الشاهدة على تقدم فن المعمار العماني عبر العصور. هذه البلاد هذا ما في تاريخ عنها، ما حد وبدها. قبل عالي يقول عرب نشات مع العين، وتحول من هناك من عالي وجاي هنا بني عمار، وهذا نخي. حيثما وجد الماء وجدت الحضارة، علمنا أستاذنا التاريخ. وفي هذا المكان المنعزل تحت الجبل يصبح الماء هو الحياة نفسها. فبعد هذه المنطقة عن المدينة لم يترك مفرا للأهالي من التمسك بتلابيب الزراعة للعيش. لماذا اختار أهالي هذه القرية الوادعة بناء بيوتهم بالحجر لا بالسعف الذي سيدا في تلك الفترة؟ ويأتي الجواب مختالا كعصفور منتشن، إنه البرد. الصخر قادر على حماية المسفاة من البرد القارس أكثر من قدرة سعف النخيل الذي لا قبل له بمجابهة الرياح. ولأن الحاجة أم الاختراع، فقد قاموا بزراعة هذه المدرجات ناثرين اللون الأخضر
من قمة الجبل حتى قاع الوادي. تعليم القرآن والفقه الحائط الأساس الذي تستند عليه عمان في بناء أجيالها. وبحثاً عن الذات وصل العمان دول الخليج، وفي زنجبار كانت له 1000 حكاية وحكاية. المرء هو ابن بيئته، هذا هو ما تنضح به في مصفات العبريين. لقد ترك المناخ أثره على السحنات والنظر وطريقة الحياة. Thank you.